السلام عليكم، معكم عماد نصيف من شركة بانكي انترناشونال بروبرتيز، واليوم عم نعرفكم على مشروع جديد اسمه جليدز 3 من تانوب بروبرتيز. جليدز 3 بتتواجد بمنطقة ستوديو سيتي. ستوديو سيتي جاي دغري على خط أم سكام. حوالي ستوديو سيتي عندكم منطقة الموتور سيتي، الأريبيان رانشز والبولو كلوب. الحلو فيهم كون مضطرين تروحوا على أي مطرح بعيد لحتى توصلوا على أي شوبينج سنتر، ريستورانتس، كوفي شوبس، باس ستوبس، كله متواجد حواليكم. هالمشروع الرائع مكون من مبنيين، مبنى رقم 1 ومبنى رقم 2. كل مبنى له الباركينج الخاص فيه اللي هو الجراوند ليفل والبيسمنت ليفل. غير هذا الشيء بيتكون من 8 طوابق سكنية والسطح كمان. هذا المشروع رائع للعوائل، فيه عدة أماكن ترفيهية مثل ملعب التنس، ملعب الباسكت، عندكم أكيد الحدايق مع البارتي هول، وكمان في عنا ملاعب للأولاد. غير هذا الشيء كله أكيد في عندكم السويمينج بول اللي هي المسبح على السطح مع الجاكوزي مع الباربيكيو أريا. وغير هيك عندكم كمان 2 جيمز، واحد للشباب وواحد للنساء فقط. إذا عندكم أي استفسارات بخصوص الشراء، الأجار أو البيع، بتمنى منكم تحكونا على بنكي انترناشونال بروبرتيز للمعلومات الموجودة أمامكم.